من أولويات الهيئة الملكية في ينبع الصناعية مع جائحة كورونا المستجد ألا تتحول مدن الهيئة إلى بؤر للفيروس، لذا كان التركيز الكامل على توفر الاشتراطات اللازمة صحياً وبيئياً. المساحة الاستيعابية للسكان 5000 عامل حسب الاشتراطات في وقاية، ولله الحمد فهي مطبقة جميعها. لو لاحظنا كل الـ 22 معيار مطبقة. هذه كمان أحد الغرف، عينة من الغرف اللي حسب المعايير المطلوبة، اللي هي 24 متر مربع، غرفتين، غرفة تقريبا فيها عاملين، كل عامل له 12 متر مربع، ويتم الفحص عليهم يوميا، المرور عليهم من قبل العمال، ممرض السكن، للاطمئنان أن حالتهم طبيعية ولله الحمد. هذه أحد الغرف الخاصة بالعزل اللي هي مطلوبة من المعايير حق الوقاية لحالات لا قدر الله الإصابة الإيجابية. الحمد لله لم نستخدم أي غرفة منها. يوجد منها 24 غرفة في الأحياء العمالية بنفس هذا المعيار وبنفس هذه المتطلبات، حسب المتطلبات اللي طلبتها وزارة الصحة. يأتي العامل يأخذ وجبته الغذائية ويتجه إلى غرفته لتناول وجبته في داخل الغرفة. تحقق مسألة التباعد الاجتماعي. نعم، وهذا ما يحقق التباعد وعدم التقارب بين العمال، وهذه من حسب الإجراءات المطلوبة في وقاية. من مدينة ينبع الصناعية، حسن الطالعي، العربية.